مشاهدينا نرجع لمتابعة صبحيتنا نحن وياكم. برحب بكل الأشخاص يلي هلأ انضموا لألنا. تابعونا كمان عبر السوشيال ميديا صباح لبنان على تويتر، انستغرام، فيسبوك، وأكيد عبر الويب سايت www.teleliban.com.lb. بختام الحلقة لحتى نكون كمان عم نحتفل مع شيف نادين بفالنتاينز، رح تكون عم بتحضر فريزي على طريقتها، فتابعونا لآخر الحلقة. إنما هلأ صفحة ومحطة أخرى منتوقف عندها ببرنامجنا لليوم، محطة سينمائية بامتياز. دائما النشاط السينمائي عم يتفاعل أكثر وأكثر، وهيدا فعل خير علينا، لأنه كل ما أنتجنا أفلام في المنيح، في العاطل، في الجيد، وفي الأكثر من جيد. اليوم عم نحكي عن فيلم أودوغان بصالتنا اللبنانية، فيلم بحاكي سينما بلغة مش بس سينمائية لبنانية إنما بستاندرد هالقد عالمي، أخذ ريفيوز كتير مهمين خارج لبنان، وهلأ بعرضه بلبنان كمان. اسمعوا يلي ما بده يسمع، يسمع إنه إيه الفيلم أكتر من ناجح، كاست، ممثلين، إضاءة، صوت. اسمعوا منيح عن شو رح نحكي، ورح نحكي عن لسن، هالفيلم يلي على البوكس أوفيسز بصالات اللبنانية عم بيكون بنجاح كتير كبير. أكيد ضيفي بالستوديو المخرج فيليب عرقتنجي. تابعني بكافة أعماله، أنا شخصياً one of the biggest fans لشغله، إن كان من البوستة بالعام 2005 ركبنا معه بالسينما اللبنانية لحتى رجعت السكة للسينما اللبنانية، وكان فيل خير هذا الفيلم على السينما تبعنا. كملنا كمان لحتى نشوف تحت القصف هالفيلم يلي بيحكي واقع. ودايما يمكن منشتكي بلبنان انه افلامنا وانتاجاتنا ما بتشبهنا، هيدا انتاج اكتر من انه بيشبهنا، هيدا انتاج كان من واقع مرير مرقنا فيه بال2006 وتم انتاجه بالعام 2007. كمان كفينا المسيرة معه بافلام عديدة، وتوقفنا عند دوكيو دراما ميراث يلي بياخدنا برحلة ولا أكثر جمال ولا أكثر كمان دقة بين القديم وبين الجديد. ومنتابع كمان لنوصل للسن أو اسمعي هالفيلم يلي أخذ ريفيوز خارج لبنان واليوم كمان عم ينطلق بصالتنا اللبنانية. المخرج فيليب عرقتنجي، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك معنا بصباح لبنان، وألف مبروك لسن. اسمعي اسمه اسمعي كمان اسمعي او لسن. اسمعي ولسن، ايه هو حتى استعملنا اثنين، واحدة بالعربي وواحدة بالانجليزي، الانترناشنال تايتل والتايتل باللغة العربية. هالفيلم قصة حب لفيليب عرقتنجي، بعيدا عن كل ما قدم قبل يعني، وكلهم كانوا هيك متوقعين بوستة تانية، او كانوا متوقعين يمكن عمل معين، طلع اسمعي بياخدنا برحلة مغايرة. اول شيء خبرني عن اللوف ستوري يلي فايت فيها بالفيلم، ليش لحتى تفوت بلوف ستوري، وليش هيدا المنحة تبعها، مين الانسبيراسيون تبعك؟ ليش لوف ستوري؟ بعتقد كل افلامي فيهم لوف ستوري، بالبوستة فيها في قصة حب كمان بين بين رودني ونادين لبكي وقتها، صحيح. بتحت القصف نوعا ما قصة حب كمان بين ندى ابو فرحات وجورج خباز، بميراث قصة حب لإلي ولعائلتي، كتير اميزنج. وهالمرة يعني انا بعتقد رومانسي شوي وبحب الحب، وبعتقد كمان انه بالجوار اللي نحن فيه، يعني بالمنطقة اللي نحن فيها، وين في حروبة، وين مكان، وين في داعش قريبة منا، تحكي عن غريزة الحياة، تحكي عن الحب، هي نوعا ما مقاومة بحد ذاتها، وهيدي ضرورية بعتقد نحكي عن الحب قد ما في كره حوالينا. صحيح، يعني بين هالكره يلي عم تحكي عنه يلي بيعاني منه جود، هالشخصية يلي بيأدي دورها هادي أبو عياش يلي كمان بوجه له تحية على شغل كتير حلو يلي شغله، جود يلي هو مهندس صوت بيرشمان على السات، وبينغرم بالممثلة يلي عندها هيك حياة وحب رنا يلي نتعرف عليها، وبتمثل دورها كمان روبا زعرور. هلوف ستوري الكومبينيشن بالعمل، فيليب عادة لما يشتغلوا بيجيبوا أسامي تعتبر بالإندستري أنه بتبيع، بيكون ريسك لما يجيبوا أشخاص
ممكن يكونوا كتير موهوبين ولكن بيقولوا انه لا منهم اسم، بخافوا انه ما يجيبوا اقبال على شباك التذاكر. اليوم ابطال الفيلم هن ثلاثة مثل ما ذكرت، يعني ان كان روبا زعرور او حتى هادي ابو عياش او حتى يارا ابو نصار يلي شغل بجنن. كمان اختيار الكاست اليوم بسمعي او لسن، على شو كنت معول انت باختيارك لهالثلاث شخصيات، وشو الفيزيون تبعك هيك للسينما من ناحية الكاركتريزاسيون؟ يعني هذه كمان لو بدنا نحكي بمنحة طائفة، ولكن الكاركتير فارد حاله هو كاركتير من الجبل، وهذه كمان من الجبل في ايدنتيفيكاسيون بين الكاركتير وبين شخصية هذه الحقيقية. لحلك هلا من هون الشباب اللي عمرهم 25 و24، ما انه بتلاقي كتار محترفين وعندهم اسم كتير كبير، صحيح. بس بتعمل كاستينج بتلاقي ناس محترفين شوي وبتلاقي ناس منهم محترفين عم ببلشوا. هلا ليش هادي؟ لانه تعرفت على هادي وحبيت فيه هالجزء الخام اللي فيه، هو شوي هيك بريء، وفضلت اخده مثل ما هو واشتغل معه على التمثيل من ما اخد شخص اوريدي مشتغل واشتغل على البراءه اذا بدك. هيدا تشويس. هلا خطرت انه اخذت اشخاص ما كتير معروفه، بركي بزيت الوقت بالبوسطه ما كانوا كتير معروفين، بس بلشنا يعني اذا بتتذكر، صحيح، من نادين لبكي لعمر راجح. اكيد نادين كانت عامله اشياء بس انه اول دور لها بالسينما، عمر راجح كمان اول دور له، بشاره كان اول دور له، ندى ابو فرحات كان دور كتير مهم بالسينما كمان لها، كلهم بلشوا. وليش ما منبلش سوا، خاصة انه هو فين شبابي. بعدين انت بس تكتب بتفتش على ضحكة معينة، يعني ضحكة روبا هي هيدي الضحكة اللي كنت عم فتش عليها، ما عم فتش على ضحكة تانية. في ناس فيها تلعب دور روبا، بس انا كان بدي دور روبا، ليش ما بعرف. It's alchemy، هي فيها شيء بيني وبيني، بين الاحساس اللي انا بدي اعطيه وهاللي فيها بقلبها. الكاستينج شغلي سر بحد ذاته يعني. صحيح صحيح. هكذا حال كمان تحية لكل الكاست، كمان جوزيف بونصار، لما لوان، بشارة عطلة، كتار الأسماء اللي مشاركين كمان، وكل رفيق واحد علي أحمد، رفيق علي أحمد طبعا بدور خاص كمان وأطلالة خاصة بالمحاضرة يلي بيأديها كمان بالفيلم، ما رح نفصح تفاصيل. فيليب، اليوم السينما اللبنانية لما يتقدم فيلم مثل لسن، كمان عرض بدبي، عرض خارج لبنان، بنفس الوقت يمكن يلي حضر بيعرف عن شو عم بحكي. نحن بالسينما تبعنا معودين نبرم حوالي الاشياء وندور الزوايا، معك انت لا، اليوم بلسن المشاهد يلي بتخدم القصه وبتخدم ستوري موجوده بكامل مشهديتها بكامل لقطاتها. هون عم بحكي عن اللوف سينز اللي كمان موجودين، بيوتيفل فيري ديسنت، مع انه في فول نيوديتي، مع انه في، ولكن بطريقه ارتستيك، بطريقه بتخدم المشهد. كيف برايك كان في اقبال على من الصحافه؟ يعني كان في نقد او كان في هيك نقزه معينه؟ نقزه اكيد، لانه فتحنا باب، بس ما في نقد لهلا، ما لقيت ولا مقال عم بيقول عم بيستفز هذا الموضوع. وبالعكس كل العالم عم بيقولوا اللي انت حضرتك قلته، انه مصورين هالمشاهد بفيتين باطار القصه، منن مبتذله، مصورين بطريقه شاعريه. وصحيح هيدي نقله جديده بالسينما الشعبيه او السينما الجران بوبليك اذا بدك، بس بزيت الوقت منا يعني. انا حسيت وكنت عم بقوله للممثلين انه فتحنا باب مفتوح، يعني انه كان لازم نعمل هيدا الشيء، لانه هيدا الشيء بيصير. يعني اليوم الشباب أوقات بيمارسوا الجنس قبل الزواج، وهذا الشيء بالمعقول حسب أي مجتمع أكيد، بس نحن المجتمع طبعا اللي عم نصوره هذا الشيء بيصير وبيصير كتير. قلنا نحن ليه ما منفرجيه؟ يعني إذا عم نعمل قصة حب وبيفوت بالإطار نعمله ومنحطه. سو خليتها، وبعتقد المشاهدين كانوا مستعدين لهذا الشيء. أكيد في شوية نقد، بس مش من
مش من الصحفية لهلا ما قريت شيء عم بحكيك صار لي شيء 40-50 مقال كاتبينه لهلا ما قريت شيء ضد هول المشاهد والحمد لله الحمد لله. وهذه ثقافة كمان يعني إنه الواحد يكون منفتح ويكون هالقد خاصة إذا المشهدية بتخدم العمل يعني مش مسقطة بس لحتى تكون موجودة. قبل ما نتابع حوارنا فيليب رح نشوف تريلر اسمعي أو لسن ونرجع نتابع حوارنا أنا وياك. كل بد رنا تعرفي شو؟ اسمعي اسمعي رح نركب ميكرو رجعت ألفا من الخليج يا ويلي شو في أعمل ب 300,000 دخلي؟ كم جوز لبوتين في اشتري فيهم هون؟ ما في شيء ان بوين ان كومون؟ بلا اكيد في البوان زي مرة ثلاثة صبية من مين البركة؟ عايش لوحدك هون؟ جاي يصلح لنا شيء بالبيت؟ ما بشرفك وجود صديقة هون؟ هلا طل علي أكيد بتكون مشتاقة لك أكيد بتسمعك يمكن ما تسمع لك يهفت لك دول ما فينا ما فينا فجأة وقت بدي أعرفكم على جود صديق مش صاحبي بس عم نشتغل على الموضوع اسمعي 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 رح يخدنا بقصة حب لحتى يكون هالقد عم بيشد بالحب تبعه اليوم فالنتاين واليوم فالنتاينز ايه. كمان لحتى يروح للآخر لحتى ايه. يروح على الآخر ونحن قصدين بهذه الحلقة الخاصة بهذا النهار كمان اللي عم نحتفل فيه بالحب نحكي عن لسن نحكي عن اسمعي كمان بدي أذكر حدا لينا خوري يلي انت كنت حابب تتعاون انت وياها وكمان من زمان عم بتأدي شخصية بالفيلم هلأ تذكرت لأنه لينا خوري لينا أبيض ايه لينا خوري لينا أبيض نسينا نقول نحكي عنه صحيح شغلة عاملين كاركترات كتير مهضومة وكتير مميزة فيليب الفيلم بإنتاجه اليوم يعني مزبوط يمكن هيدي هيك بعد question mark عنا أنه قديش في صعوبة للواحد يجيب فند للواحد يكون عم يشتغل السكريبت مثل ما قلت هذا فيلم كوميرشل بنفس الوقت كمان للماس للجراند بوبليك قديش صعب أنه الواحد يكون هالقد عم بحط من حاله من الانفستيسمون يكون عم يقنع العالم تكون مشاركة معه وخاصة أنه كل أكيب العمل ديجان يعني حتى دي أو بي كنا عم نحكي تحت الهواء كريستوف عون نعم عمره 25 سنة وأول إكسبرينس لإله كفيلم فيتشر يعني وعمل شغل بجنن أميزينج لك الإنتاج بتضل شغل كتير صعبة لأنه تتعمل فيلم بهالمستوى بدك تشتغل منيح هذا الفيلم سنتين شغل 6 شهور سيناريو 3 شهور بس تمثيل أو ريهورسل مع الممثلين قبل ما نبلش تصوير غير أنه 4.5 شهور تحضير للتصوير 30 يوم تصوير 33 يوم تصوير شي 20 أسبوع أو 21 أسبوع editing مع 2 editors 7 أسابيع ساوند اديت لأنه هو فيلم مع الصوت رحلة بالصوت مثل ما كنت عم تقول يعني زدنا أصوات يمين شمال عملنا الميكساج بفرنسا فيلم مكلف هلأ
مكلف للبنان لأنه السوق كتير كتير ضيق. وشافوا بروديوسر أمريكاني صديق قال لي ما بصدق أنه عملته بهالسعر، يعني ما كان مصدق أنه أعمل هيك كواليتي لهيك فيلم بهالقد سعر. قال لي لازم تيجي تشتغل عندنا لأنه إذا فيك تعمل بس سعر يعني أنه تطلع بلاوي. مظبوط سوقنا ضيق، ومظبوط أنه جمهورنا شوي بيضلوا قلق، لأنه إذا بدك بس عملنا البوسطة كنا أول ناس عم نروج أنه شجعوا السينما اللبنانية. مظبوط لازم واحد يشجع السينما اللبنانية لأنه صعبة تمويلها، صعب كتير، ما عندنا مساعدات من الدولة مثل ما بتعرف. الدول الكبار عندها مساعدات من الدولة مثل فرنسا، مثل جيراننا بالجنوب، مثل بولونيا، مثل كل هالبلاد. السينما لوحدها ما بتأدي، يعني ما بتأدي. سو لازمك دعم دعم ما ترده لأنه السينما ما بتأدي. هلأ نحن بناخد مصاري من هون من هون من ممولين خاصة، ولازم هالشهادة الجمهور يترك كرستو ويروح يشوف. المشكلة انه صار في كتير افلام لبنانية وكلهم فايتين بزيت السلة. بعض الجمهور بيتأثر برأيك، بديع برأيه، يعني بديع وبينسى انه هذا فيلم فيليب اللي عمل تحت القصف، حبيت تحت القصف او حبيت البوسطة او حبيت ميراث، خليني نروح شوفه. بينسى لانه شايف فيلم من 6 شهور او من شهرين او من شهر او من 15 يوم ما حبه، حط كل الافلام اللبنانية بزيت الخانة. وهذا شيء بيأثر كتير. يعني اليوم بتلاقي انه الافلام الامريكانية هلأ اللي نازلة عم بتجيب نجاح اكتر بكتير من افلامنا، وهذا الشيء مؤسف لانه نحنا سوقنا مهم كتير لنا. يعني هذا الامريكاني اللي عمل فيلم، اذا نجح فيلمه بالسوق اللبناني ولا ما نجح فيلمه بالسوق اللبناني ما بتأثر معه ابدا، يعني ابدا ابدا. نحن 0.1% of his whole market. صحيح. كل الماركت تبعه بس كتير صغير من الماركت. نحن مهم انه ننجح ببلدنا. بقى انا بشجع اللبناني انه، وخاصه المشاهد اللي عم بيسمع، انه طيب ما تخاف كتير، روح جرب. وصراحه انت حضرت الفيلم، بركي يعجبه بركي ما يعجبه، بس أكيد في شغل وراء، في كتير شغل وراء، واضح شغل على كل حال بكل تفصيل. بما أنه بزيع على الصوت، يعني A plus للصوت يلي بكل تفصيل بكل أديتيف من زيد عليه روعة. على كل حال فيليب، اليوم لما نحكي عن سينما تبع فيليب عرق تنجي بهيدا الستيج، أدي أنت صار عندك الماتشوريتي اليوم بينك وبين حالك أنك تعمل أوتوكريتيك؟ أدي الماتشوريتي كمان أنك تكون هالقد واثق أنه أي أنا فيليب عرق تنجي، وصار عندي الفيجن تبعي، وصار عندي الاسم تبعي يلي throughout the years مع كل الشغل يلي شغله برات لبنان والأفلام هون، ولكن بنفس الوقت بضل في هيدا الرهبة يلي البورسنتاج الصغير يلي الواحد بيضل عنده دوت انه معقول ما انجح مثل ما انا بدي. أدى انت هيك تعمل كريتيك على شغلك؟ بضل في قلق كتير، قلق مش شوي. يعني لك اول شيء، انا لاني منتج، انا مخرج ومنتج، لاني منتج ولحقلي ولاني عم اشتغل لوحدي، اوقات بشتغل مع منتجين فرنساويين، بس بخلص مونتاج قبل ما خلص الفيلم كليا، بس بخلص اول مونتاج، يعني بكون صورت كل شيء وعملت القصه مثل ما هي، بفرجيه لعشر اشخاص باخذ منهم رايهم، بعدين برجع بعمل له مونتاج. يعني اول مره كان ساعتين، شلنا منه عشر دقائق لفيلم انت انتجته، يعني حطيت مصاري بدك تشيل مشاهد، حطيت مصاري عليهم بدك تشيلهم، لانه انت بتقتنع انه اذا اثنين قالوا لك زيت شيء يعني بركي معهم حق. قادر تفصل بين فيليب المنتج وفيليب المخرج كليا؟ بس بفوت بالانتاج خلص بفصل، بالمونتاج خاصه بفصل كليا. بعدين بحس الاشياء، يعني الاشخاص اللي بحطهم حوالي منهم منتجين فرنسويين، منهم اشخاص بحبهم وبحب رايهم، يعني بتسمعنهم كتير. تاني مرة برجع بفرجيهم الفيلم، برجع بفرجي الفيلم لعشرين شخص. رجعنا نزلنا الفيلم من 10 دقائق، يعني كان ساعتين، نزل أول مرة 1:50، وتاني مرة هلأ صارت 1:39 دقيقة، هلأ 1:40 دقيقة. صحيح، 40 مع الجينيريك 39 دقيقة، يعني أنه منه طويل. إذا بدك بنتبه كتير على رأي الآخر. هلأ في محلات في ناس بيعطوني رأي وأنا مني موافق، بمشي فيه مثل ما أنا بدي، بس بجرب قد ما فيي أنه اللي بدي أقوله يوصل. المهم مش كيف بده يوصل، كيف بده يوصل هيدي شغلتي، لأن أنا مخرج وأنا اللي عم بقرر إذا بدي وصله هيك ولا بدي وصله هيك. بس إذا وصل ولا ما وصل هيدي من واجبي أنا، أنه إذا عندي مساج أو إذا عندي رسالة تمرق مثل ما هي وتنفهم،
وهذا شيء كتير مهم. وما يكون الفيلم يمل، خاصة الأفلام اليوم. اليوم الناس كلها على السلولير، ما بقى لها جلادة. كانت الأفلام ساعتين وساعتين ونص من زمان، بعدها أوقات، بس أنه الناس ما بقى لها جلادة. سو أنا عم بقصر كرمال المشاهد، وخاصة المشاهد اللبناني هاللي أكتر من دقيقتين ما بطلع فيك بيونه، يعني أنه عنده شيء يعملها بكرة الصبح. بضل عنده انشغالات وبضل هيك يعني. سو بنتبه. وبس نزل الفيلم بالصلاة كمان بعدني قلق، وبتسمع العالم تشوف هاللي حب ليش حب، وهاللي ما حب ليش ما حب. في شيء كنت يعني هلأ لما حضرته بالسينة بالأفان بريمير، أو لما بتحضره يمكن بسكرينجز ليتلي، بتقول يا ريت شيء معين أو لا فول ساتيسفاكشن عن الأند برودكت تبع الفيلم تبعك؟ نيفر فول ساتيسفاكشن، أكيد لا. هلأ بقول يا ريت إيه، بس ما بندم، لأنه هذا اللي قدرت أعمله بهالمهلة الوقت وبهالمصريات. يعني ما فيك ضلك عم تنضع. يعني عملت الماكسيموم بكل شيء متاح لك. صدقني عملت الماكسيموم. مثل هلأ ترويج الفيلم، يعني ما وقفنا على الراديو وعلى التلفزيون. نجح الفيلم ما نجح الفيلم هذا غير شيء، بس انه ما في اندم، لانه عن جد ما بنام، بشتغل كل النهار، ونحن بنشتغل كتير 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 بالشركة. وبدي حيي ريم شاب اللي بتشتغل معي، هي يعطيها العافية، بتشتغل قدي واذا مش اكتر. يعني بنشتغل كتير، ونشتغل كل شيء بذات الوقت، وبنعمل الترويج، وبنعمل الانتاج، وبنعمل التوزيع، وبنعمل الكتابة، وبارلال عم تشغلوا غير البروجيكتس كمان. يعني بعرف فانتاسكوب ما بنعيش من هيدي قديس، يعني في انتاجات تانية واخر. يعني لنكون عم نذكر كمان الفيلم تبع الميدل ايست ايرلاينز اللي كلنا شفناه لما سافرنا وشفناه على السوشيال ميديا، كمان بيوتيفل بروموتينج لبنان باجمل طريقه ممكنه، وهذا كله كان ماشي ان بارل. نحن ما بنعيش من السينما، بنعيش من هالافلام الوثائقيه اللي بنعملها للشركات، او افلام الروائيه اللي بنعملها للشركات. فيليب، اليوم كمان لما ينكتب سكريبت ويكون في فيلم وينعرض على الرقابه بلبنان، بعرف صار كتير متداول الموضوع بالصحافة، ما رح نحكي عن موضوع الرقابة، يعني اللي حضر بيعرف عن شو عم نحكي، واللي ما حضر بس يروح بيكتشف. بدنا يروح إيه؟ بدنا يروح يحضر ويشوف بهيدا الإطار، ويشوف القصة كلها على كل حال، اللي هي أهم من هالشقفة الصغيرة. يعني اليوم قدي موضوع الرقابة بعده مؤسف بلبنان، بعد أنه في تفاصيل أنه ليه بدها تكون موجودة. يعني وزير الثقافة الراحل اللي ترك روني عريجي بيقول أنا ضد الرقابة كليا، وأنا بقول إن شاء الله أنا معه، موافق معه 100%. وكان وزير سابق على كل حال، لنحدد الراحل الله يطول بعمره، السابق السابق يلي كان هيدي غلطة، يلي عمل شغل أكثر من رائع. مزبوط، أكثر من رائع، ويعطيه العافية، وإن شاء الله كلهم هيك. أكيد إن شاء الله كلهم هيك. اللي بدي أقوله أنه أنا إن شاء الله نوصل لفترة وين السينما تكون حرة، تكون حرة تقدر تقول اللي بدها إياه. اليوم في رقابة، لأنه بعتقد في ناس بتخاف كتير من الصورة، كتير كتير من الصورة، وبتخاف من الصورة بالسينما، لأنه نوعا ما السينما هي نوعا ما مرآة المجتمع. السينما المشغولة هي مرآة المجتمع. إذا بتفرجي الأشياء مثل ما هي بالسينما، الناس بتخاف. بعدنا بنخاف من الأشياء مثل ليش؟ ما هي. ليش بنخاف؟ لأنه بركي عايشين بكذبة كبيرة. بركي عايشين بكذبة كبيرة. يعني عم تحكي عن هول المشاهد، ليش الناس بتخاف منها؟ ليش الناس بتخاف؟ لأنه هيدا الشيء بنعرف إنه بيصير، نعرف إنه الكوبليت قبل الزواج أوقات بيمارسوا الجنس، بس ليش ما بدنا نفرجي؟ نهرب منها أوقات. لأنه بدنا منخاف منها، منخاف من الحقيقة. والناس بتخاف من الحقيقة، والرقابة بعتقد جاي تتسكر الأشياء، لأنه ما عنا حوار صريح، ولا على التلفزيون ولا شيء، ما عنا صير حوار صريح. عنا ناس بتحكي لحالها. يعني مش هيك أنا عملت الفيلم اسمه اسمعي. اسمعي يعني ما حدا بيسمع للتاني. اسمعي يعني إذا تعلمنا نسمع بعضنا بركي بنقدر نوصل لنتيجة. عندك ناس بتحكي بصراحة على التلفزيون، بس ما حدا عم يسمع التاني إذا بدك، مش هيك كل واحد مخبى. السينما هي مش مع حدا. صحيح. بالمبدأ السينما هي مش مع حدا، ما أنا مع طائفة أو مع غير طائفة أو مع وجهة نظر معينة. يعني هي لازم تكون أز هي تابل راز مفتوحة لكل احتمالات. مزبوط. وبتطلع الأشياء من تحت الطاولة وبتحطهم على الطاولة. وبعتقد في مشكلة خوف. ليش واحد بيمنع؟ لأنه خايف.
خايف من شو؟ ما عم بقول الحقيقة، ليش بدك تخاف مني؟ لحتى أخته معك فيليب، يعني عم نشوف بالإنترناشنال ستاندردز يعني بروشان ما كمان بالأوسكارز دايما بسليكسيون إنترناشنال بيكون في أفلام إن كان من إيران إن كان من فرنسا إن كان من كل البلدان، شو بينقص لبنان لحتى يكون بهيدي السليكسيون برأيك؟ شو بينقص السينما اللبنانية لتكون حاضرة؟ بوستا وتحت القصف كان فيلمين ترشحوا، كانوا لبنان سيليكشن فور ذا أوسكار، يعني لبنان رشحون للأوسكار. من بعد ما لبناني رشح للأوسكار في عندك شيء 70 فيلم بترشحوا للأوسكار، عندك بعدين هونيك نوع من اللوبينج بدك تعمله، ولوبينج بيكلف كتير 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 مصاري، مش شوي، بيكلف مصاري تجيب هاللي ذا إلكت هاللي بي 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 بيشوفوا هالأفلام تيقرر إنه من هالسبعين فين تسعة لح يفوتوا على الأوسكار، وواحد أو اثنين لح ينجح على النومينيز. على النومينيز إيه بقى مرتين أنا راح رحنا على الأوسكار، ومرتين رحنا روجنا ورحنا على بالم سبرينج فيستيفال ورحنا على كذا مهرجانات تنروج تنفوت هول هاللي ذا إلكت هاللي بيصوتوا تيحكوا. رح نكمل بعتقد كل سنة في فيلم، قبل كان في بعتقد اسمه فيلم كتير كبير أو غدي كمان، صحيح. هنكمل هنكمل لبين ما نوصل، بس اللوبي بأمريكا منه معنا، اللوبي بأمريكا ما نحول بيحب العرب كتير، ما بيحب العرب، ونحن لقلو عرب وبس، ما أنه في نيوانس هونيك. فيليب أهلا وسهلا فيك، بتمنى لك كل التوفيق بكمالة الفيلم يلي عم بيلاقي نجاح كتير كبير بالصلاة اللبنانية وبالتحضيرات الجاية كمان، وكانت ويت لنشوف what's next. على كل حال بتمنى لك نهار حلو مليء بالحب. مرسي وأهلا وسهلا فيك مخرج فيليب على تنجي. شكرا لك.